انطلق المتسابقون بحماسهم الذي عهدناه طوال مرحلة الرالي لإتمام المرحلة النهائية من نقطة الانطلاق، ومسافتها 187.7 كيلومتر. وكان الثنائي السعودي والفرنسي قد بدأ اليوم الأخير في صدارة الترتيب العام المؤقت للسائقين بفارق 43 دقيقة و6 ثواني عن الثنائي السعودي عبد الله باخشب وملاحه اللبناني جوزيف مطر، وتمكنا من البقاء أمام فريق سيارة تويوتا اف جي كروزر بروتو بعد اجتيازهما لمسارات متطلبة في جنوب وشمال حائل، ليحققا إنجاز الفوز للمرة الثانية بفارق 3 دقائق و54 ثانية و32 جزءاً من الثانية عن عبد الله باخشب الذي عانى مشكلات ميكانيكية مع نهاية هذا اليوم. البارز أن إنجازات السعوديين لم تقف عند حدود الاستئثار بالمركزين الأول والثاني، بعد أن تمكن الثنائي سامي وعبد الله الشمري من تحقيق الفوز بلقب سيارات تي 2 بعدما استفاد الثنائي السعودي من تأخر الإماراتي يحيى الهلي وملاحه خالد الكندي وواقع عدم انطلاق عبد الله الحريز في هذه الجولة. مطير ومتعب الشمري أنهيا المنافسات في المركز الرابع على متن تويوتا لاند كروزر، بينما أكمل خماسي المراكز فرحان غالب الشمري وطارق رماح على متن نيسان. الإماراتيان رائد باقر ونبيل الأحمدي سجلا ثاني أسرع توقيت في هذا اليوم، وتمكنا من التغلب على الضغوط المحلية الكبيرة التي مارستها الفرق السعودية قبل الكيلومترات الأخيرة من النهاية، ليؤكدا صعودهما إلى آخر عتبة على منصة التتويج بعدما قادا بنجاح سيارتهما ميتسوبيشي L200 للمركز الثالث. بعد منافسات مثيرة استمرت لمدة يومين، أزل رالي حائل الدول 2010 الستار عن جولته الحالية التي شهدت العديد من المنافسات الساخنة بين أبطال الراليات، وقد أظهر أبطال الراليات قدرات عالية داخل الصحراء. وبعد نهاية الجولة الثانية من السباق وإعلان المتسابق يزيد الراجح بطلاً للرالي، تفاعل جمهور المشجعين مع البطل مشاركين إياه فرحته وانتصاره وهو بدوره شاكراً لهم. هذا الانتصار منح السعودي يزيد الراجح تقدماً في الترتيب العام المؤقت للسائقين برصيد 4 نقاط غير رسمية على أقرب منافسيه مع نهاية الجولة الأولى من كأس العالم للباها كروس كانتري 2010، والتي ستعود منافستها لتشتعل مجدداً مع باها روسيا، والذي يطلق عليه تسمية رالي نورثرن فورست أو الغابة الشمالية، والذي سيقام بالقرب من سان بيترسبيرغ في روسيا. بدأنا بداية كويسة في المرحلة 90 كيلو قبل النهاية، كان عندنا الكلتش تعطل شوية وتأخرنا، بس الحمد لله رب العالمين. يعني أنا سعيد جدا من وصول خط النهاية في السيارة الاف جي كروزر اللي نحن مسويناها في أوروبا، يعني أعتقد أنها إنجاز كبير جدا أنه سيارة من أول ما تشارك تعمل نتائج زي هذه قوية جدا، وكانت بتنافس سيارة مصنع. الحمد لله سقنا سواقة كابتن نفوز، ما كان عندنا داعي أن نضغط، الحمد لله تصدرنا الرالي فهذه جدا مريح. الحمد لله فعاليات مهرجان رالي حائل وفقنا كثير من الجوائز، حققنا المركز الاول
الدراجات النارية الفعل مفتوح الدراجات، حقق المركز الأول في الدراجات النارية 10 ملي، حققنا المركز الأول في ذات 8 سلندر مفتوح، حققنا المركز الثاني في الأوت كروس، وبعد مع الكابتن أحمد حققنا المركز الأول في الفئة المحلية. بالنسبة يا طول العمر للسباق زي ما أنت شايف كان جدا صعب طبعا مقارنة بس بسيارات المصانع والسيارات هي المجهزة تماما. الحمد لله أول يوم جبنا مركز أول على فئاتنا. احنا رعايتنا لرالي حائل بدأت من أول يوم بدأ رالي حائل فيه، والسبب فيه أنه احنا نهتم برياضة السيارات السعودية والشباب السعوديين، ويدعمنا للراليات وإضافة ميزة للشباب السعوديين في رياضة السيارات. هي رالي حائل صراحة أنا اتبهرت بالترتيب والتنظيم ومسابقين بسم الله ما شاء الله. والله هي رياضة قاعدة تنمو بسرعة وإحنا يلا نلحق عليها. أصلاً كانت الرياضة موجودة من أول بس مو موجودة البنية التحتية لها، وإحنا نحاول إن نواكب التطور هذا ونخدم الشباب السعودي ومشجعين ومتابعين هذا الرياضة. في اليوم اللي بنشوف في السيارات السعودية تطور بشكل كبير جداً، والدليل على ذلك عدد حلبات السباقات الموجودة الآن وضمن برعاية بعضها، المسابقات اللي بتصير، الفعاليات المصاحبة، التغطية الإعلامية، وجود محطات خصصة في السيارات، هذا دليل على أن الرياضة في السعودية تطورت. بعرف عن شركة عالم السباق، شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل حلبات السباقات في السعودية. عندنا المشروع الأول هو حلبة كارتينج، وعندنا أربع حلبات مستقبلية حول المملكة. بدينا في عام 2010 خططنا كرة رعاية فرق رياضية، منها كابتن أحمد شكاوي والكابتن عبدالله خالدي في الساندراك، وعندنا الكابتن نازل بيري وأحمد وراكان السلوم في درجات نارية، والكابتن خالد زايد في الأوتوكروس. أنا أتشرف يعني دعم عالم السباق، وإن شاء الله نمثلهم خير تمثيل إن شاء الله سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. فالحمد لله اليوم جبنا مركز أول، وهذا يعني أفضل من المتوقع الحمد لله. وعندنا الآن إن شاء الله مشاركة بمصر، وعندي مشاركة بالإمارات بطولة العالم ديزاير تشالنج، وإن شاء الله نواصل بالنسبة للبطولات. بعد تجهيز سيارة الـ FJ كروزر الفوتو اللي شفناها اليوم، وبعد ما سوينا المدرسة وطلع فيها صالح الصالح وساق سيارة الـ FJ العام الماضي، سوينا سيارة ثانية اللي هي الـ FJ بروتو، سواها عبد الله بخشر وأشرف على إعدادها وتجهيزها وهي سيارة السنين. فكان الأنسب والأجدر أن نشوف هذه السيارة اللي تدخل من قائد الفريق إلى يكون كذلك خلف المقود كان عبد الله بخشر، والحمد لله نتائج أثبتت أنه كان صح، وأنه غيابه 7 سنوات ما كان يؤثر على أنه ما شاء الله تبارك الله قلب عبد الله بخشر صنع محرك سيارات. يعني بعد 7 سنوات وقفة الحمد لله أنا أعتقد أنه راضي جداً عن النتيجة، وأعتقد أنها مشجعة جداً. بالنسبة لي أنا لو ما وصل الشخص أنا أقول لك مجرد تسجيله بالرالي والفحص الفني والاستعراضية وأنا أعتبره فوز هذا. إن شاء الله نشارك في راليات أوروبا ناخذ خبرة زيادة، نبغى كل سنة نجي حائل نصير أسرع من السنة اللي قبل. أنا شخصياً إلى الآن لسه ما أعرف إيش الوضع، هل حكمل بطولة العالم ولا حيكون هذا آخر سباق، لسه أعرف بعد يعني نشوف إذا في رعاية ولا لا. إن شاء الله أن يعني قدر ما نستطيع أن نقدر